بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاتب أمريكي: كيف سنتعامل مع تهديد بوتين النووي في أوكرانيا؟ نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقال رأي لكاتب العمود روس دوثا، تحدث فيه عن التهديد النووي الذي ربما أصبح الآن أقرب من أي وقت مضى بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تصعيد الحرب في أوكرانيا استخدام الأسلحة النووية. وقال الكاتب في مقاله الذي ترجمته عربي 21 إنه على مدى ما يقرب من 8 عقود ارتبط احتمال اندلاع حرب نووية بحسابات استراتيجية معقدة لا تتجزأ عن أنظمة القيادة والسيطرة وتخضع لمناورات حربية شاملة، لكن كل تحليل أو محاولة للتنبؤ باستخدام الأسلحة النووية يعود إلى نقطة غير قابلة للقياس، ألا وهي كيف سيختار الممثل البشري التصرف في اللحظة الحاسمة. يرى الكاتب أن هذه المعضلة تستحق التأمل، لأن العالم ربما يكون الآن أقرب من أي وقت مضى إلى استخدام الأسلحة النووية، ويعتمد ذلك على الحالات العقلية غير المعروفة للديكتاتور الروسي فلاديمير بوتين. يمكن القول إن خطاب بوتين الأخير الذي أعلن فيه عن تعبئة واسعة النطاق في حربه ضد أوكرانيا قد جعل الخطر النووي أقرب قليلا وجعله يعمق الصراع التقليدي، لكن التهديد النووي لطالما ارتبط باليأس الروسي في الخروج منتصرين من هذا الصراع، وهو ما أكدته الخطوة الأخيرة التي اتخذها بوتين. ومن شأن هذه السياسة التي لا تحظى بتأييد شعبي جعل حكومة بوتين أكثر عرضة للخطر داخليا مما كانت عليه من بداية الحرب حتى هذه اللحظة، بينما لا تعد بأي يقين من النجاح العسكري في أحسن الأحوال. قد تساعد التعبئة روسيا على التمسك بانتصاراتها المحدودة والمكلفة للغاية، وفي أسوأ الأحوال سوف تدفع المجندين البائسين أكثر نحو جبهة منهارة. وأشار الكاتب أن خطاب التعبئة كان صريحا في وعده بأنه لن يسمح ببساطة بالانهيار الكامل، حتى لو كان ذلك يتطلب استخدام الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل. وبذلك يعلن بوتين بشكل أساسي أن روسيا تنوي استيعاب أوكرانيا داخل نطاقها من خلال تنظيم استفتاءات في المناطق المحتلة منها، وبوعده بالدفاع عن روسيا بكل الوسائل المتاحة. يتعهد بوتين بالدفاع عن الانتصارات بضربات نووية تكتيكية على الأقل. يخلق هذا الوضع ديناميكيات محفوفة بالمخاطر نظرا لعدم توازن قوى الترويع، حيث تهدد القوى النووية العظمى بعضها البعض بانتقام شامل، بينما الخطر الأكبر يكمن في سوء التقدير أو الحادث البسيط الذي أوصلنا إلى الهاوية عدة مرات في الماضي. بدلا من ذلك لدينا صراع نشط وحرب ساخنة، حيث تحاول قوة غير نووية تحقيق نصر باستخدام القوى التقليدية، بينما يحاول الجانب الآخر رسم خط أحمر للانتشار النووي. بعبارة أخرى، إذا استمرت الحرب في مسارها الحالي سيواجه الطرف الآخر خيارا فوريا بين الخيار النووي والهزيمة. أوضح الكاتب أن أقرب مثال من الحرب الباردة لما يحدث حاليا رغبة فيدل كاسترو في استخدام الأسلحة النووية السوفيتية للدفاع عن نظامه ضد الغزو، أو طلب دوغلاس ماك الإذن باستخدام الأسلحة النووية لمنع الهزيمة الصريحة في الحرب الكورية. وكلاهما مثالان مشابهان للحالة الحالية، إذ لم يكن الاستخدام المزمع للأسلحة النووية في إطار تبادل الهجمات، وإنما تدخلا تكتيكيا لمنع الهزيمة المتوقعة. ولعل الاستثناء في هذه الحالة هو أن صانع القرار الرئيسيين بوتين ودائرته الداخلية يتعرضون للتهديد الفوري متمثلا في خطر الإطاحة بهم من خلال إمكانية التعرض لهزيمة تقليدية في حرب أوكرانيا، أكثر من تعرض الولايات المتحدة الأمريكية للتهديد من احتمال الهزيمة في كوريا سابقا، أو تعرض الاتحاد السوفيتي للتهديد من خلال احتمال الإطاحة بكاسترو في كوبا. وبحسب الكاتب، هذا لا يعني أننا يجب أن نتوقع من بوتين استخدام الأسلحة النووية، فالتهور التاريخي
التاريخي العالمي لمثل هذا القرار له عواقبه التي يحتمل أن تدمر النظام. إمكانية التصعيد إلى حرب صريحة مع الناتو والتخلي التام عن روسيا من قبل أصدقائها المتبقين والانهيار الكامل لاقتصادها. مع ذلك لا يمكن المراهنة على الحرب النووية بالطريقة التي نراهن بها على النتائج الأخرى. لنفترض أن هناك فرصة 20% فقط لكسر المحرمات النووية، سيظل هذا رقما مرعبا وليس مطمئنا. وبينما كان داعم أوكرانيا في الغرب الذين يميلون حاليا إلى التقليل من المخاطر النووية محقين كثيرا بشأن هذه الحرب، فإن أكثر ما كانوا محقين بشأنه هو أن بوتين مقامر متهور تحركه دوافع أيديولوجية. ماذا يعني ذلك بالنسبة للخطر النووي؟ أخبارا سيئة. تطرق الكاتب أيضا لنقطة مهمة، وهي أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا جيد وضروري، إلا أنه ستأتي لحظة تتباين عندها أهداف أوكرانيا ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تفعله التقدمات العسكرية الأوكرانية والتهديدات النووية الروسية، وهي اللحظة التي يريد عندها الأوكرانيون المضي قدما، بينما يطلب الأمريكيون التفاوض وضبط النفس. ويتفهم الكاتب استعداد كييف لقبول درجة غير عادية من المخاطر النووية قد تصل حد امتصاص ضربة نووية في سبيل ضمان سلامتها الإقليمية. وفي معركة من أجل الحرية يريد الأوكرانيون أن ينظر أطفالهم إلى الوراء ويقولوا إنه في أعظم أزمة كان آباؤهم شجعانا. ومثلما تبين أن رعب ريغان من الحرب النووية كان حاسما لإرثه، فإن سياسات جو بايدن الناجحة حتى الآن لن تقيم على أساس ما تحققه للأوكرانيين المحاصرين فقط، وإنما على أساس سلام العالم بأسره. إذن الأمور تتطور بشكل سريع في أوكرانيا بعد إعلان روسيا بوتين التعبئة الجزئية في روسيا، وربما الاتجاه مستقبلا إلى التعبئة الشاملة. هذه الأمور التي تجعل العالم على المحك، وتجعل من الحرب النووية أو الحرب العالمية الثالثة ليس مجرد احتمال، بل خطر وشيك يتحدث عنه الجميع الآن. وأصبح الجميع يتحدث ويسأل كيف سنتعامل مع تهديد بوتين النووي، وما هي الآثار المحتملة، وإلى أين ستصل هذه الحرب. أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.